السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض الحواوشي، هنعمله بطريقة مختصرة جدا زي ما احنا متعودين. حطينا معلقة خميرة مع معلقة سكر، شوية مية دافيين كده على جنب، وهننخل الدقيق بتاعنا بقى الكمية اللي انت عايزاها. هنا حوالي 500 جرام او 600 جرام دقيق، هنخلهم كده مع معلقة ملح، معلقتين زيت كبار، وشوية مية دافيين لحد ما العجينة زي ما العجينة تقبل معايا، لحد ما تبقى عجينة كده ملمسها ناعم معايا، عجينة ما خدتش اي وقت خالص. بكل بساطة بقى عندي اجمل عجينة، شايفين؟ هحط بقى رشة زيت في البولة كده، واحط العجينة اقلبها فيها كده، واغطي عليها لحد ما تخمر. وعلى ما تخمر هنعمل الحشوة. هنا اساس الحواوشي لما يكون عندك نص كيلو لحمة مفرومة بتحطي له نص كيلو بصل، وكل ما تكتري البصل والحشوة بتاعتها بتبقى جميلة، لكن ما نكترش فيها الطماطم والفلفل، اهم حاجة البصل. هنا هنقطع، اللي ما عندهاش طبعا كبة تقطعها صغير جدا، احنا هنعمله في الكبة بس مش هنضرب على طول، هندي تكة كده ونفصل بالشكل ده عشان ما يبقاش فيها اي عصارة يعني او اي سوائل. هنقلب الحشوة دي على اللحمة، ده كيلو لحمة مفروم، عملت له الكمية اللي انت شفتوها دي. دي نص معلقة ثوم، طبعا ثوم بالشطة، وده ملح وفلفل وكمون وقرفة ناعمة، زنجبيل، والسبع بهارات، ورشة زعتر، ورشة جوز الطيب. لو انتي ما عندكيش الحاجات دي او عايزة تستغني عنها، ممكن تقولي للعطار اديني بهار الحواوشي، بيديكي النتيجة واحسن كمان. هنقلبها بقى مع بعض كده، طبعا ما حطيتش زيت ولا اي حاجة، لان انا فرمت جزء كده من الدهن مع اللحمة. ما شاء الله العجينة اختمرت وبقت جميلة. وهنا بعد ما قطعتها وسبتها ترتاح، طبعا مقطعاها على ردة، وكمان هفردها على الردة. الردة بتديها طعم جميل، بتدي للحواوشي نفسه طعم جميل جدا. طيب وانا مانيش هقدر اعجن النهاردة لأي سبب ايا كان، نقدر نستبدله باننا نجيب العيش بتاع الفرن اللي هو بيتعمل بيه الفول والطعمية الصغير قوي ده، بيبقى جميل جدا في الحواوشي. او ممكن اجيب العيش الماوي اللي هو العيش القمح او عيش الردة، برضو بيسموه كده. لكن بجد العيش المخبوز في البيت بيبقى ليه طعم جميل جدا. هفرد كل العجينة اللي عندي مرة واحدة، وبعدين احشيها بقى واحدة واحدة كده. اعملي بقى بالشكل اللي انت تحبيه، ممكن تفردي كده على رغيف من العيش، وبعدين تغطي زي بالشكل ده كده، وتقفلي عليه كده برضو. عادي جدا، هو كبير، ممكن هنقطعه بالسكينة اختصار للوقت. لو انت عايزة تصغري في الحجم شوية عادي جدا. هنا بقطع بعد ما بخلص والعجينة تستوي، بقطعها 4 ارباع، بتبقى جميلة جدا وبتدي نتيجة جميلة وشكل حلو قوي. وده العيش بتاع الفرن، موجود في كل الافران. وده العيش بتاع الردة، العيش الماوي. وده بعد ما خلصت كل الكمية، طبعا رشيت السجون زيت ورصتها، وادخلها بقى الفرن.
طيب واللي ما عندهاش فرن او فرنها مش جاهز لاي سبب هنعمله على الصاجة؟ انا عن نفسي بحب الصاجة جدا، بتديني نتيجة جميلة جدا جدا. العيش بيبقى مقرمش من بره ومستوي كمان وجميل من جوه. كده سهلنا الامور على نفسنا وعملنا احلى حواوشي في البيت، مضمون على الاقل. تقلبيه كده اكتر من مرة عشان اللحمة تستوي في قلبه. وده كان الشكل النهائي، اتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسوش اللايك. باي باي.